مرحبا، في هذا الدرس سوف نتعلم طريقة إدراج التعداد النقطي والرقمي في الوورد. نقوم بفتح مايكروسوفت وورد الموجود لدي هنا في سطح المكتب. لدي هذا المستند الذي يحتوي عدد من الأسطر الموجودة هنا وتم كتابتها في المايكروسوفت وورد. إذا أردت عمل تعداد نقطي إلى هذه الأسطر، أقوم بالتأشير عليها جميعا وأذهب إلى أيقونة التعداد النقطي الموجودة في الشريط الرئيسي وأنقر عليها نقرة واحدة. يتم وضع تعداد نقطي لهذه الأسطر ويتم زيادة المسافة البدائية لهذه النقاط. أنقر نقرة واحدة في الوسط فيتم إلغاء التأشير. إذا أردت إدراج هذه النقاط الموجودة هنا في داخل النقطة الأعلى منها، أقوم بالتأشير عليها وأذهب إلى الشريط الرئيسي وإلى زيادة المسافة البدائية. أنقر نقرة واحدة فيتم وضع هذه الثلاث نقاط من ضمن النقطة الأعلى منها، وأصبحت النقاط بشكل مختلف في هذه الثلاث نقاط. نستطيع تغيير شكل هذه النقاط حسب الرغبة، وذلك عند التأشير على هذه الباراجراف المقطع أو على هذه الثلاث نقاط. نذهب إلى أيقونة التعداد النقطي ونضغط على هذا السهم الذي بجانب الأيقونة. يتم ظهور عدد من الأشكال هنا، أستطيع اختيار الشكل المناسب لهذه الأيقونة. إذا قمنا باختيار هذا الشكل علامة الصح، فإنه يتم تغيير شكل النقاط الموجود هنا إلى علامة الصح. أما إذا أردت تغييرها إلى شكل آخر أو على شكل لوجو، فإنك تستطيع الذهاب أيضا إلى نفس السهم وتنقر عليه وتضغط على تحديد تعداد نقطي جديد وتنقر على صورة، أختار من ملف واختار سطح المكتب، ولدي هذه الصورة الموجودة في سطح المكتب. أختار هذه الصورة وأضغط إدراج وأنقر موافق. يتم تغيير هذه النقاط على شكل هذه الصورة. أقوم بإعادة هذه النقاط إلى مكانها الأصلي، وذلك عند الذهاب إلى هذه الأيقونة، أيقونة التراجع، والنقر عليها عدة مرات ليتم التراجع إلى الحالة الأصلية. كيفية تغيير الفراغ الموجود بين النقاط وبداية الجملة. إذا قمنا بتأشير على هذه النقاط وذهبنا إلى المسطرة، هذه المسطرة الموجودة في أعلى المستند، إذا لم تظهر لديك المسطرة تستطيع إظهارها بالذهاب إلى عرض ووضع علامة الصح على المسطرة. أرجع إلى الشريط الرئيسي وألاحظ أن المسطرة موجودة لدي هنا. لديك مثلث ومثلث آخر ومربع. المثلث الأول في الأعلى، عند النقر على هذا المثلث فإنه يتم تحريك النقاط إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار، بمعنى أنه إذا أردت تغيير الفراغ الموجود بين النقاط وبين الكتابة. أما إذا قمت بالنقر على هذا المثلث الذي في الأسفل فإنه يتم تحريك النص إلى اليمين أو إلى اليسار إذا أردت تغيير المسافة بين النقاط والنص. أما هذا المربع الذي في الأسفل عند النقر عليه فإنه يتم تحريك النقاط والنص بصورة مستمرة بدون أي تغيير في الفراغ. أما الترقيم فهو مشابه للتعداد النقطي. عند التأشير على هذه النقاط والذهاب إلى الترقيم وانقر نقرة واحدة عليه فإنه يتم تغيير النقاط إلى الأرقام. وإذا قمت بالتأشير على هذه النقاط الموجودة هنا أو هذه الجمل الموجودة هنا وترقيمها بالنقر على أيقونة الترقيم فإنه يتم ترقيم هذه الجمل أيضا. إذا قمت بتأشير هذه النقاط وأقوم بعملية التباعد لها عدة مرات فإنك تلاحظ أن المسافة الموجودة لهذا الترقيم وهذا الترقيم ليست على استقامة واحدة.
إذا أردت وضع هذه النقاط أسفل هذه النقاط بحيث تصبح بصورة مستقيمة، وكذلك الأعداد تقوم بالاستمرارية بحيث يكون بعد الرقم 7 يكون رقم 8 9 10 وهكذا، فإنك تستطيع التأشير على هذه النقاط وتنقر على المفتاح الأيمن للماوس وتختار متابعة الترقيم، فإنه يتم متابعة الترقيم لهذه النقاط وكذلك وضعها في المستوى 1. سوف يكون هناك درس آخر لمعرفة الترقيم بصورة تفصيلية. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وشكرا لمتابعتكم لنا. لا تنسوا الاشتراك في قناة هواتك والضغط على مفتاح الإعجاب، وأكون شاكرا لكم.